هل جئتم تهنئونني بغزو حلب؟ فتح، اسمه فتح لا غزو. لا فارق لدي، ما هي إلا كلمات. الكلمات أسرار، والأرقام أسرار أيضا. وماذا أخبرتك الكلمات والأرقام هذه المرة؟ هل يجب علي أن أذهب وأقاتل في القاهرة؟ بدخولك الشام تضع يدك على ثالث الحرمين الشريفين، القدس، وبدخولك مصر تتملك الحرمين. الحجاز، مكة والمدينة. فإن تتحرك إلى القاهرة بعد أن تستعد وتجهز جندك، تصلها مطلع عام 1517 للميلاد. أتعرف مجموعة هذه الأرقام مفردة؟ 1 5 1 7. جهاردة، 14.